قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فقول الله عز وجل إنك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا الخطاب مؤكدا بإن، لأن إن تفيد التوكيد. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته من باب أولى. وقد ذكرنا أن القاعدة في هذا الباب أن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو يجري على أمته، وما خوطبت به أمته يجري عليه عليه الصلاة والسلام إلا أن يوجد دليل يخصه. فقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ناداه جل وعلا بوصف النبوة ثم جمع الضمير إذا طلقتم، وهذا يدل على أن الخطاب له خطاب لأمته، كما أن الخطاب لأمته خطاب له. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ ظنوا أن الخطاب محصور بهم وفيهم، فقال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله.